السلام عليكم، معكم مستر إيهاب عادل عشان نتاج اليوم مراجعة لمنهج يو اي اي فونكس جريد 1 مع الطالبة سلمى شريف. نعمل المراجعة الأولى. السؤال الأول اكتيفيتي 1 كومبليت ذا ميسنج ليترز، هنكمل الحرف الناقص. أول كلمة يا سلمى هي كلمة إيه؟ ياون ياون، وناقص حرف؟ واز Very good. ثاني كلمة اف، تمام. زيبرا زيد ويندو دبليو فايولين جي Very good. Lemon. L. Okay. Finger. F. Coffee. Double S. Very good. Ball. Double S. اوكي، اكتيفيتي 2 ماتش ذا ووردز تو ذا بيكتشر، هنشوف الصوره ونوصلها مع الكلمه المناسبه. نمبر 1 يكتب مع ليتر، هنوصلها بليتر ايه؟ ليتر بي. جود. نمبر 2 مع ليتر باز، ليتر ايه؟ Wall letter C. Very good. بعدين what is it? Now line my B. F. Fan. D. Fan D. Okay. Frog. A. Frog. A. Wuzu. C. Very good. Activity 3. Unscramble the letters to make words. هنعيد ترتيب الحروف عشان نكون كلمة من الحروف اللي ايه المبعثرة دي. أول كلمة هي كلمة زجزاج. ازاي نكتب كلمة زجزاج؟ زد ار جي زد ا جي. Very good. الكلمة الثانية يلو. واي اي دبل اف ار دبليو. Very good. يلو. ثالث كلمة ويب. ويب دبليو يو اي اي دي. اكسلنت. بعدين اكس راي. اس ار ا واي. فيري جود. بعدين واتش. واتش. اوكي. دبليو Good. بعدين بيت. بيت. تمام. E E T. Excellent. بعدين شيل. E S H E double L. Leg. بعدين ليج. L E G. Very good. Zigzag, yellow, web, X-ray, watch, bit, shell, and leg. Activity 4, circle the Z words. الكلمات اللي بتبدأ بصوت ذا أو زي أو ذات. يلا، أول صورة معانا صورة إيه؟ زيرو. زيرو، yes or no؟ yes. yes. بعدين؟ yes. no. نالو. okay. no. please. no. yao. no. زو. يس. يس، بس مش بقدر ادير عليها دلوقتي. اوكي، وول. اوكي. زجزاج. يس. وزو. يس. اوكي، بعدين. واتش. واتش. نو. فورو. نو. زيبرا. يس. اوكي. وبكده نكون وصلنا لنهاية المراجعة الأولى. شكرا يا سلمى.
نشوفكم في مراجعة جديدة إن شاء الله. مع السلامة. باي سلمى. باي. باي.